انا موافق على فكره، بس لو انا اديتك ظهري ومشيت انت هتعمل ايه؟ رصاصه واحده واحرق ايدك. ازاي انت اتجننت؟ مش معقوله اياد تقتل ايموس سكتك. اسمع يا حيوان انت وهي، انت لسه ما تعرفش ايه ده الرفاعي. تعرفنيش كويس، روح جيب الشنطه وحطها قدامي، وانا وعدتك ان انا هعوضك، ولا اقسم بالله العظيم هيبقى ده اخر يوم في حياتك وحياتها. يلا بعد يلا. شنطة يا مستر هاني. طيب. تعالي بقى حضن الحكومة. الشنطة دي فيها بنت؟ ايه ده مسكني كده ليه؟ الشنطة دي فيها ايه؟ دي شنطة اياد، كان سايبها هنا جوه الصحراء في عربيته، كان رايح سفاري مع أجانب، فقال لي خليها فقال لي خليها هنا في العربية، فراح معاهم في العربية وأنا قال لي تعالي لي بعربيتي بسرعة. هي دي الشنطة بتاعته. لا صدقتك، أقنعتيني تصدقي؟ لا قدامي. يلا يلا. الشنطة فاضية. فاضية؟ فاضية ازاي يعني؟ هتقولي البنت دي من الحجز؟ الشنطة دي كان فيها ايه؟ معرفش، الشنطة دي مش بتاعتي، معرفش فيها ايه. اسمعي يا بنت انت، قسما بالله لو ما قلتيش انت تعرفي ايه للبسك قضية قتل رشدي وتاخدي فيها اعدام، فاهمة ولا لا؟ انت ليك عندي ايه؟ وجايبني هنا بمناسبة ايه؟ قبضت عليا في الشارع من غير أي سبب، وجايبني شنطة فاضية معرفش فيها ايه؟ قلت لك معرفش حاجة عن الشنطة دي، ولا يعني اللي فيها، ولا هي بتاعتي، ولا أعرف حاجة عنها. الشنطة دي بتاعت مين يا ماما؟ بتاعت اياد. واياد ده فين بقى؟ معرفش. متعرفيش. تمام. انت يا ابني خدها وتحفظ عليها في مكتب سامي بيه. يلا. انا عايزه المحامي بتاعي. مش هتحتاجيه النهارده، بس اوعدك انك تحتاجيه الفتره الجايه دي. خدها يا ابني يلا. واهدي يا مدام، اهدي. هتجنن ازاي يعني الشنطه تطلع فاضيه؟ ده غير انا مش فاهم حاجه. انت مش كنت مروح؟ بعدين افهمك يا اسف، بعدين. بس اللي انا اتاكدت منه دلوقتي ان كلام اياد ده طلع صح. انت فاكر قال ايه؟ رشدي بيه كان بيتاجر في المخدرات، والريزور ده ستار لكل التجاره بتاعته، واللي كان بيساعده امام وجهان. وبرضه مراته عارفه بالقصه دي؟ انت عارف الموضوع ده منين؟ واشمعنى انت اللي مش مشارك فيه؟ ولا مشارك؟ لا يا باشا انا مش مشارك، وانا لو مشارك هفتح على نفسي الكلام ده. امال عرفت منين؟ انا بقالي معاهم كذا سنه، وفي كذا موقف بياكد كلامي. طب في دليل مادي على اللي انت بتقوله ده؟ للاسف يا باشا مفيش، بس انا متاكد.
كان بيتكلم صح، ما كانش مشتتنا زي ما فهمنا. زي ما انت فهمت، انا من الاول وانا حاسس ان هو صادق رغم ان مفيش اي دليل. تعالى معايا يا سامي. فين؟ تعالى معايا افهمك، اقول لك في الطريق. يلا يلا. تحت امرك مدام هدير. احنا هنا طبعا مش في تحقيق رسمي، بس زي ما اتفقنا اول مره شفتك فيها انك حريصه ان احنا نوصل للقاتل. انا بتكلم صح ولا غلط؟ اكيد، بس حضرتك تقصد ايه بالظبط؟ هو جوز حضرتك كان بيشتغل في حاجات مخالفه للقانون؟ يعني ايه؟ مش فاهم. سؤال واضح يا مدام هدير. من الاخر، رشدي قاسم كان بيتاجر في المخدرات؟ انتوا ازاي تقولوا كده؟ لا طبعا الكلام ده مش مظبوط. وبعدين بدل ما تروحوا تدوروا على القاتل جايين بيته وبتتهموه بتهمه زي دي، وبعدين دي اهانه شخصيه ليا. ازاي تتصوروا ان ممكن اكون على ذمه راجل عارفه انه بيتاجر في المخدرات؟ اهدي بس يا مدام هدير، الامور ما تتاخدش كده. احنا مش موضوعنا خالص موضوع المخدرات، بس احنا بنسال يمكن اجابتك توصلنا للقاتل بسرعه. يا حضره الضابط، باكد لك ان الكلام ده مش مظبوط وملوش اي اساس من الصحه. بس ده كلام اياد. اه فعلا اياد قال كده، بس ما جابش سيرتك خالص. يعني اياد بيتهم رشدي بكده؟ مستحيل، مش ممكن. ليه مستحيل وليه مش ممكن؟ لان الكلام ده مش حقيقي، والمفروض ان اياد انسان محترم ومش ممكن يقول كلام زي ده. في حاجه تانيه عايزين تسالوا عنها؟ يا أخي أقعد بقى، خيلتني. أقعد. أنا هتجنن. فين المشاهدات اللي أنا طلبتها؟ يا سيدي اهدى شوية، اهدى. هو أنت كل قضية عايز تمسكها عايز تكشف فيها فعلا الجاني بعد يومين تلاتة؟ هو مش سبق على فكرة. بعد ما تقلقش يا سيدي، أنا هجيب لك الريزورت كله هنا بكرة. مساء الفل يا باشا. ازيك يا سامي؟ يا سربي. لا يا باشا، انا عايزك تهتمي بيها شويه اكتر من كده. ده انا جايب لك شويه معلومات تضرب لها بروجي. على فكره يا باشا، احنا بندور في مكان غلط خالص. غلط ازاي يعني؟ باشا احنا شكوكنا كلها بين اياد وامام وجيهان وهدير، وده غير اللي احنا بندور عليه خالص. قصدك ايه يعني؟ فاكر يا باشا لما هدير حكيت لك عن موضوع البنت بتاعت الهاوس كيبنج وجوزها اللي اسمه طارق بتاع الامن ده؟ ايوه. طارق ده يا باشا طلع مسجل وكان محبوس قبل كده، واخد 5 سنين في قضية بلطجة ونصب. الله. وازاي شغال وقت زي ده بتاع عام؟ معرفش. بس المهم انا نزلت وسالت عن الموضوع بتاع البنت دي، وان جوزها عرف حكايه ان رشدي قاسم اعتدى عليه، وراح قال لكذا عيل من زمايله واصحابه اللي كانوا بيعايروه بالموضوع ده. بس هو كمان قال لهم ان هو مش هيسيب حق ولازم ياخد طار. بس في حاجه كمان يا باشا، لو تاخد بالك الواد ده يوم الجريمه كان هو اللي واقف على بوابه 6، وبابا السيدي يعتبر مفيش رجل عليها كتير، والسهل قوي انه ينافس جريمته من غير ما حد يحس بيه. انا بقول يعني لو ضغطنا على الواد ده شويه هيقر ويعترف على كل حاجه. سكت ليه؟ ايه رايك؟ فكر. هاتولي الواد ده ومراته بكره.